السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحل سؤال بسيط وسريع، بيسك سي شارب. اوكي، خلينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا. اول ما نشغل او نفتح الفيجوال ستوديو، اوكي، راح يعطينا هذه الويندو. ومن يعطينا هذه الويندو ايش راح نسوي؟ دايركت كريت نيو بروجكت، ونختار شنو؟ The project template أو the project type. شنو راح نختار؟ راح نختار Windows Form Up .NET Framework. Click, then go next. Okay. The project name واللوكيشن. دلين أهم اثنين لازم أخليهم في عين الاعتبار. راح أبدل اللوكيشن. Okay. وراح أغير اسم the project إلى example. راح أقول له great. حلو، هذه شنو الفورم. نروح نشوف السؤال شنو يقول. السؤال يقول clickable numbers image in the chapter 2 folder. راح يعطونكم فايل موجود فيه عدد من الصور، كل دلين الصور راح نستخدمهم الى الاكسرسايزز الاكزامبلز والى اخره. In the chapter 2 folder in the student sample program files you will find the image files shown in figure 2 to 79. Create an application that displays these images in picture box control. ممتاز. اول موضوع او اول كنترول شنو راح يكون؟ create an application that displays images in picture box control. The application should perform the following actions. When the user clicks the one image, the application should display the word one in message box. Okay. فشنو الثاني راح نستخدم؟ the message box class او message box property. اوكي، فراح نستخدم شيئين، البيكتشر بوكس كنترول وبالاضافه الى المسج بوكس. رقم 2 شنو يقول؟ When the user clicks the two image the application should display the word two in message box. وهكذا الحال الى البقيه. نروح ننتقل الى الكود ونشوف هذا الفيجوال ستوديو كود. راح اغير اسم الفورم الى شنو؟ إلى clickable number clickable image clickable images. اوكي، وراح اغير ال start position إلى center screen. اوكي، حلو. راح اخذ picture box control اللي هو هذا، اروح الى التول بوكس واقول له بغيت بيكتشر بوكس. اخذ البيكتشر بوكس واقول له درو. هذا البيكتشر بوكس. اوكي، شلون راح اضيف الصوره؟ راح اضيف الصوره عندي طريقتين، اما اروح من هذا السكوير واقول له تشويس ايمج، واختار من البروجكت ريسورس فايل import. إذا تذكرون في البداية قلنا راح يكون عندنا فولدر اسمه resources، راح يكون فيه الأشياء اللي راح نستخدمها داخل ال project أو الابليكيشن. فراح أقول له import، وراح أروح إلى شنو؟ إلى الصور. وين الصور؟ الصور راح يكونون في هذا المكان. راح أخذ شنو؟ الصورة الأولى اللي هي 1. حلو، يعني هذه الصورة. زين، وهذا البيكتشر بوكس. بغيت الصورة تكون فل على كامل البيكتشر بوكس، بحيث ان هذه الصورة تغطي جميع المساحة الفارغة. فراح اروح الى هذا الريستنجل، وراح اروح الى السايز مود، وراح اختار الاوتو سايز،
نختار الى سنتر امج. نشوف ما ابغي سنتر امج، شنو بغيتها؟ ابغيها تكون على حجم البيكتشر بوكس، فراح اقول له ستريتش امج بهذا الشكل، بحيث اني لو كبرت البيكتشر بوكس كنترول او صغرت البيكتشر بوكس كنترول راح تكون الصوره ريسبونسيف على حجم البيكتشر بوكس كنترول. فهذه شنو البيكتشر بوكس الاولى اللي هي 1. زين، في شيء بعد شنو نسينا نسوي؟ نغير الاسم، راح اسميها الى بيكتشر بوكس 1 اوريدي 1. فهل يحتاج اني اغير الاسم؟ لا ما يحتاج. فراح اروح الى هذه البيكتشر بوكس واقول لها كوبي بيست، راح اغير الصوره، بس في هذه المره راح اغير الصوره من البروبرتي ويندوز. راح اروح الى البروبرتي ويندوز، راح اروح الى الامج، الامج بروبرتي، راح اروح الى ذلين الثلاث نقاط، راح اقول له امبورت، وراح اختار التو اوبن. اوكي بيكتشر بوكس 2، راح اقول له كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست. اوكي اوكي هذه 1 هذه 3 هذه 4 هذه 5. راح اروح الى 4 تشويس امج امبورت 3. اوكي راح اروح الى 4 تشويس امج امبورت 4. اوكي اوكي راح اروح الى 5 تشويس امج امبورت. بيرفكت، هذه الفور. شنو يقول السؤال؟ السؤال يقول when the user clicks the image or one image the application should display the word one in a message box control. هل المسج بوكس يعتبر ككنترول او كبروبرتي او كخصائص او كخاصية او فيتشر من الدوت نت فريم ورك؟ نشوف هذا الحين. شنو بغيت؟ بغيت لما اليوزر يوصل ويشغل الفور يروح على الون يقولها يا بوتن ون كليك، ولما يسوي كليك راح يصير راح يعطينا المسج بوكس، راح اقول له دبل كليك message box dot show one semicolon. very basic and straightforward. okay راح اروح الى message box 2، من اقول له بغيت او double click direct راح يعطيني method او event من نوع راح اقول له message box dot show two semicolon. اروح ل 3 message box dot show 3 semicolon. اروح الى 4 message box dot show 4 سيميكولوم. اروح الى الفايف دبل كليك مسج بوكس دوت شو 5 سيميكولوم. اوكي خلصنا. اي طبعا خلاص البروجرام ابلكيشن. اذا تذكرون لما كنا نتكلم عن الريسورسز فايل، زين هذا الريسورسز فايل، resources file راح يحمل كل الأشياء اللي راح نضيفها من الخارج إلى البروجكت. هذا هو resource file. أقول له start ونشوف الـ application functionality. هذا الـ application. إحنا شنو قلنا؟ when the user click one image the number one should be displayed in a message box. فراح أروح إلى الـ one
لك 1 اعطاني في شنو مسج بوكس ولا اوكي 2 حلو 3 اعطاني 3 بيرفكت ال 4 اعطاني 4 وال 5 راح يعطيني شنو ال 5 مثلا بغيت اضيف ايكون على هذا المسج بوكس وعنوان بنقول شلون راح اطبق هذا الموضوع راح اروح الى المسج بوكس ال1 راح يكون العنوان واثنين راح اقول له كليك ذا بوتون هذه طبعا كلها خصائص من شنو من المسج بوكس او الدايلوج ريزلت مسج بوكس دوت شو كلاس دوت شو هي كونكشن في كلاس المسج بوكس فالمسج بوكس يعتبر ككلاس للدوت نت فريم ورك والشو عبارة عن كونكشن او بروبرتي نقدر نستخدمها في البروجكت فراح اقول له فاصلة وبعدها شنو اعطاني سترينج كابشن لا انا ما بغيت الكابشن شنو بغيت راح اقول له مسج بوكس بوتونز هذا شنو هذا كلاس ثاني دوت اوكي وراح اقول له فاصلة مسج بوكس ايكون دوت انفورميشن اوكي هذا شنو مسج بوكس نشوف كلاس سيستم ويندوز دوت فورم مسج بوكس ديسبلاي ذا مسج ويندوز also known as a dialog box which represent a message to the user حلو فهذا شنو المسج بوكس كلاس الشو dialog result message box dot show displays a message box with a specified text caption buttons and icon returns one of the dialog result value okay هذا المسج بوكس إنم System Windows Form Message Box Buttons Specify constant defining which buttons to display in a message box هذه مجرد إضافات على المسج بوكس كلاس تجمل لنا البوتون فلو الحين رحنا وقلنا له Start هذا الابليكيشن احنا وين خلينا التعديل على Picture Box 1.click هذا بيكتشر بوكس 1 فلما اقول لك كليك من المفترض انه يعطيني مسج بوكس بوتون دوت اوكي ومسج بوكس بوتون عفوا ايكون دوت انفورميشن لما اقول لك كليك هذا المثال وهذه النتيجه كليك ذا بوتون 1 اوكي وهذا البيسك اكزامبل ونشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر. أوكي؟ ومع